عندك صديق مقرب يا سقا؟ اه طبعا قرب جدا كمان. وانا شاكه في الورقه دي. ايه بقى؟ في حد قريب منك جدا عامل ان هو بيحبك بس يضمر او يعني يبطن غير ما يظهر يا سقا، خلي بالك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ونعم بالله، بس خلي بالك. خلي بالك. اوكي. حرص ولا تخوف. بالظبط. ناس كتيرة جدا حوالينا بيكون حاسين ان هم يعني ورانا للموت، يعني هيقفوا قدامنا هم. ومع اول ملف بيدور الوش. عارفهم عارفهم عارفهم. ولا كأني عارفهم الناس دي. بالظبط كده. ففي حد حواليك فاهمك ان هو حبيبك وانت روحه وعقله وقلبه وعمره وكل وانت صاحب الجدع وانت اللي مفيش منك، لكن اللي جواه حاجه تانيه. انا بقى مطلع على القلوب بقى. تحب تعرفه؟ اسمه يعني؟ يعني لا، مواصفاته ما بقولش. قولي مواصفاته. طيب خلينا نشوف مواصفاته. نقول ان شعره خفيف. نقول ان شعره خفيف. اطول منك حاجات بسيطه. يعني مش في نفس طولك لكن اطول منك تقريبا ما بين 5 و7 سم. تمام. اوكي. هو السقا اتوتر ولا ايه؟ هكتب لك اول حرف من اسمه. تمام. اوكي.